المشفى يوميا تقريبا عم يستقبل شي 150 مراجع للمشفى. طبعا بين المراجعين في عنا مرضى لعمل جراحي، مثلا اليوم عنا بحدود بيتقارب بين 6 ل 8 عمليات يوميا. بينما الموضوع الاطفال، معاينات اطفال عندي يوميا شي 40 طفل. بالنسبه للولادات عنا تقريبا بيتراوح بين 4 ل 8 ولادات، يتضمن احيانا قيصري او قيصريتين. بالنسبه للداخلي والاطفال الداخلي القلبي يعني يوميا من عم بتقارب بين 15 ل 20 مريض. بالنسبه للجراحه العظميه عم بتقارب بين 6-7 عمليات يوميا، بتضمن عمليات صغرى وعمليات كبرى. بالنسبه للمعاينات العظميه تقريبا عندنا تقريبا شي 60 معاينه يوميا.